كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والأهم الرسائل، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، أرحب بك على شاشة القناة الأولى مصرية. يعني هي رسائل مهمة، كنت أتوقف عند الخط الأحمر الذي ذكره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أن تهجير لقطاع أهالينا في قطاع غزة، وهذه السياسة، هذه المنهجية التي يتم الترويج لها، هي بالنسبة للدولة المصرية، بالنسبة للأمن القومي المصري، هي خط أحمر. تعليقك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. بالتأكيد هي الرسالة الأهم التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إضافة إلى الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر خلال السنين الأخيرة. تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم سواء إلى سيناء أو إلى الأردن هو خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، لن تسمح مصر بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. نعم. التأكيد على أن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين غير نابع إلى أنها عن أنها لا تريد تحمل تكلفة تلك الاستضافة، فمصر تستضيف أكثر من 9 ملايين ضيف، ولكن صحيح. هؤلاء الضيوف دولهم مستقرة، يعني دولهم موجودة ولكنها تواجه حالة عدم استقرار، ويمكنهم في يوم من الأيام أن يعودوا إليها، ولكن الفلسطينيين إذا غادروا أراضيهم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية فإنهم لن يعودوا إليها. المخطط الإسرائيلي واضح منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن يريدون تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، يريدون الاستيلاء على كامل التراب الفلسطيني، ومصر منذ القدم وحتى الآن ومع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لن تسمح بذلك على الإطلاق، على الرغم من الممارسات الإسرائيلية والمخططات الإسرائيلية. نعم. وما تحاول إسرائيل القيام به. نعم أستاذ محمد، يعني هناك ضغط مصري مباشر، ضغط مصري مستمر في الرفض القاطع لمسألة تصفية القضية الفلسطينية. يعني هذا الضغط أفضى إلى التغير الواضح في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. تابعنا تصريحات بايدن في بداية الحرب على غزة، وتابعناه من البارحة عندما ذكر أنه يعني مع الدور، مع التوجه المصري، مع الرأي المصري في عدم التصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير أهالي قطاع غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية. إلى أي مدى ترى أن هذا الضغط المصري كان هو السبب يعني في إحداث هذا التغير الجذري في الإدارة الأمريكية؟ يعني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدركت مصر أن الهدف الأساسي والهدف الرئيس لهذا العدوان هو تهجير أهالي قطاع غزة خارج أراضيهم وتحديدا إلى سيناء، ولذلك انصب الجهد المصري منذ اليوم الأول للحرب على إعلان أن مصر لم تقبل بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. نعم. كل الاتصالات واللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك مع وزير الخارجية سامح شكري مع كل المسؤولين الإقليميين والدوليين أكدت على هذا الأمر، أعلنت مصر موقفها في ذلك بوضوح شديد. نعم. في خلال كل اللقاءات والاتصالات وحتى خلال قمة القاهرة للسلام، واستطاعت كمخرج أولي وأساسي لقمة القاهرة للسلام أن تحشد جهودا كبيرة، أن تحشد كلمات من والتزامات من قادة الدول التي حضرت قمة القاهرة للسلام بأنها ترفض تهجير الفلسطينيين. إذا ما تطرقنا إلى الولايات المتحدة سنجد أن الموقف الأمريكي منذ اليوم الأول هو موقف داعم لإسرائيل بشتى السبل، سواء تحدثنا عن الصعيد السياسي، على الصعيد الدبلوماسي، وعلى الصعيد العسكري. إذا تحدثنا عن مخطط التهجير سنجد أن خطة الدعم التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونجرس في الأيام الأولى للحرب قد تضمنت بعض البنود التي تشير إلى احتمالية أن تقوم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في مخططها لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وربما خصصت مخصصات مالية في هذه الخطة لهذا الأمر. وتبنت يعني في بداية الأمر أستاذ محمد الترويج لهذا الأمر، يعني في بداية الأمر، في بداية الحرب، الأيام الأولى للحرب. بالفعل بالفعل، ولكن انطلاقا من إدراك مصر لهذا الأمر منذ اليوم الأول فكانت الموقف المصري حاسما برفض هذا الأمر، وهو ما أدى إلى أن يحدث تغير كبير في المواقف الدولية إزاء الأمر. إذا كان هناك قبول غربي في البداية ليس أمريكيا فقط، ولكن نستطيع القول إنه كان
قبولا غربيا في البداية لمخطط تهجير الفلسطينيين أو ما تسميه إسرائيل إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم، أصبح الموقف الآن مغايرا. كل القادة الدوليين يؤكدون على أنهم يرفضون تهجير الفلسطينيين. أصبح الموقف الأمريكي يعني تغير من تخصيص بعض المخصصات المالية لدعم ذلك إلى الإعلان الواضح من الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصاله بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يرفض رفضا تاما للتهجير القسري للفلسطينيين. الأمر لا يتوقف عند الالتزام أو عند الإعلان من جانب الدول الغربية بأنها ترفض التهجير، ولكن مصر بإعلانها اليوم أنها ترفض التهجير وأن مسألة التهجير هي خط أحمر بالنسبة لها، فإن الأمر لن يتوقف عند أخذها التزامات أو تعهدات من الجانب الدول بأن ذلك لن يحدث، ولكنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع حدوث ذلك، مثلما أكد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بأن الأمر سيكون تهديدا للأمن القومي المصري، وبالتالي مصر لن تقبل بأن يهدد أمنها القومي. نعم، وذكرها يعني نحن نقرأ الرسائل المباشرة وما بين السطور، الحكمة لا تعني الضعف، كررها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أكثر من مرة، الحكمة لا تعني الضعف. مصر عندما يعني لها من القوة التي تمكنها من تحقيق أمنها القومي. طيب، ما زلنا في الجهود السياسية المصرية فيما لا وصل بإيجاد حل للأزمة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا على الضفة يعني الغربية، جهود مصرية حثيثة بجانب الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية أفضت إلى هدنة 4 أيام يعني لالتقاط الأنفاس يعني كما يقال. يعني استشرافك لهذه الهدنة أستاذ محمد، يعني الهدنة مثلما أعلن عنها هي هدنة تستمر ل4 أيام مقابل الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة، في مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، ولكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يتوقف عند ال4 أيام، فهو هذه الهدنة قابلة للتمديد في مقابل الإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى لدى الجانبين. الصفقة أو الاتفاق كذلك يتضمن إدخال العديد أو الكثير من شاحنات المساعدات بما تتضمنه من وقود بعدما نجحت مصر في أن تسمح أو يعني انتزاع موقف من جانب إسرائيل لإدخال الوقود إلى داخل قطاع غزة في ظل ما يعانيه القطاع من أزمة إنسانية حادة. إذا التزم الطرفان ببنود الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ صباح الغد بإذن الله، فإنه من المتوقع أن يبنى عليها للمزيد من الهدن الإنسانية، تمهيدا لأن يكون الإفراج عن كل المحتجزين لدى فصائل المقاومة في مقابل عدد كبير جدا من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ضمن الاتفاق الأعم لوقف إطلاق النار. مصر ستتواصل في جهودها للتوصل، لا تتوقف فقط عند التوصل إلى هدنة إنسانية أو هدن إنسانية، وإنما تسعى في هذه المرحلة إلى خفض التصعيد بشكل كامل إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم البناء على ذلك الأمر لاستئناف عملية السلام، بالنظر إلى أن الهدف الأساسي والهدف الأسمى للدولة المصرية هو استئناف عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين. لا تريد مصر أن يكون الصراع الحالي هو صراع متجدد، جولة تصعيد ضمن جولات تصعيد متوالية ومتكررة، وإنما تريد أن يكون هناك حل جذري للقضية بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم تريد مصر أن يكون جولة التصعيد الحالية وإعادة القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي هي فرصة لاستئناف عملية السلام ومبدأ وإعطاء تأسيس الدولة الفلسطينية، انطلاقا من أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها لن يتحقق دون ذلك. أما إذا يعني استمر التعنت واستمر المماطلة في استئناف عملية السلام، فإن جولة التصعيد الحالية ستكون عرضة للتجدد، ومن ثم أمن إسرائيل سيظل مهددا جنبا إلى جنب مع
استمرار عدوانها على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. خليني أسألك استاذ محمد في النقطة دي تحديدا، يعني عندما تضع الحرب أوزارها إلى أي مدى ترى أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية هي أقرب من أي وقت مضى في ظل ضغط مصري، ضغط إقليمي، وأيضا ضغط دولي؟ يعني وجدنا ولمسنا تغير كبير جدا في سياسات الدول الأجنبية التي عرف عنها تاريخيا أنها يعني كانت تساند الدولة أو كان الاحتلال الإسرائيلي يعني على مر التاريخ. يعني ما يحدث الآن في من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة أو من مواجهة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال قد يكون فرصة لاستئناف عمليات السلام، لا سيما وأن المواقف الدولية ربما أصبح هناك إدراك متنامي لدى المجتمع الدولي بأن عدم حل القضية الفلسطينية هو ما أدى إلى الوضع الحالي، وأن الرهان على أن استمرار تقسيم الفلسطينيين وبث فرقة بين الفلسطينيين ورهان الاحتلال الإسرائيلي على أن هذا الانقسام الفلسطيني وأن تعزيز هذا الانقسام سيسهم في نهاية أو عدم التوصل مطلقا إلى دولة فلسطينية ومن ثم يحفظ الاحتلال أمنه بذلك هو رهان خاسر، خاصة وأن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي جاءت على عكس حسابات الاحتلال وعلى عكس توقعاته على يعني وثبت وثبت فشل كل المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الرازق الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا.